يامو. يسلموا ايديكي امي. يامو بديتي لها خبر لامسكي؟ خبر؟ خبر شو بلي؟ يعني قصدي مشان سيدنا امي. وانتي شو حشرك بهالحكايه ولي؟ سيره وقفلناها وفك الله وانصرفت خلاص. ايه طولي بالك يامو، لسه عم نحكي. شو لسه بدنا نحكي؟ لطفية خانو، يعني انا بصراحه ماني شايفه فيها شيء انك تتجوزي. ولك يبعت لك الهالك على هالعلاك اللي بلا طعمه. ولك انت نسياني انه امك اللي عم تحكي معها هيك احاديث وسيار؟ لا يا مو ماني نسياني ابنه، بس في عندي كلمتين بدي بقون واخلص منهم. انا بتمنى انك انت تتجوزي وترتاحي وتتستتي. بكفي قضيتي نص عمرك وحدانيه، ربيتيني وتعبتي من بعد ما مات ابي وتركني شقفه لحمه، وهلا اجى الوقت اللي لازم تكملي فيه حياتك مع بني آدم يقدرك ويخاف عليك. يام الوحدة صعبة كتير، وخاص نص انتي عم تكبري وبدك مين يونسك بهذا البيت. صدقيني يام رح كون كتير فرحانة ومبسوطة إذا وافقتي وتجوزتي. بعدين سيد مأمون ماله غريب عنك، هذا ابن عمك، ابن عمك اللزم، يعني شو بدك أحسن من هيك؟ رفضت؟ إيه نعم يا سيد مأمون، هيك خبرتني مزكي وما صار لي